عمر خريبين يتعرض لظلم شديد من ناديه نادي الوحدة، وحاليا نادي الوحدة واضعين عمر خريبين بسوق الانتقالات، يريدون يتخلصون من عمر خريبين، وحاليا عمر خريبين استبعد نهائيا من قائمة نادي الوحدة الإماراتي، خاصة بعد الاحتفال اللي عمله واستفز فيه نادي الوحدة لما عمل لهم حركة السكوت اسكت بعد ما سجل هدف بآخر جولة من الدوري الإماراتي. وأيضا بهذا الفيديو بدنا نتكلم عن أنطونيو يعقوب، لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي ينتقل إلى السويد، إلى الدوري السويدي. وأيضا بدنا نتكلم عن زكريا رمضان ينتقل من أهلي حلب إلى الإمارات. وأيضا بدنا نتكلم عن كامل حميشة ينتقل من العراق إلى البحرين. خلونا نستعرض أخبار هذول اللاعبين اللي ذكرنا أسمائهم، ونركز خاصة ومحور هذا الفيديو راح يكون عن عمر خريبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة. معكم علاوي من قناة علاوي يوتيوب، بقناتي هاي أنزل محتوى رياضي سوري. إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تضغط لنا لايك الفيديو، سبسكرايب القناة، وخلونا نبلش بالفيديو. عمر خريبين من بداية الموسم، لا والله من انتقال عمر خريبين من الوحدة إلى نادي شباب الأهلي دبي، يعني حتى قبل موسم كإعارة لما انتقل من الوحدة إلى شباب الأهلي دبي توترت العلاقات ما بين إدارة نادي الوحدة وما بين عمر خريبين عند اتهامه بانتقاله إلى شباب الأهلي دبي بالخيانة. وطلعنا تكلمنا وردينا عليهم بأكثر من فيديو، ولكن حاليا كثير تأزم الوضع ما بين إدارة نادي عمر خريبين الوحدة الإماراتي وعمر خريبين، وتم الضغط على عمر خريبين لما حطوه بالفريق الرديف. وأيضا طلعنا تكلمنا عن هذا الأمر بفيديوهات ماضية، وزادوا الضغط على عمر خريبين لما ما أدرجوا اسمه بقائمة نادي الوحدة اللي لعبت بالبطولة العربية، بطولة الأندية العربية المسمى بكأس سلمان. حاليا عمر خريبين يفصل تماما من قائمة نادي الوحدة الإماراتي حتى المشاركة في الدوري، ويعرض اسمه على سوق الانتقالات أو على سوق الإعارة، المهم يتخلصون منه نادي الوحدة الإماراتي. على الرغم من أنه عقد عمر خريبين ينتهي ما عاد أتذكر يا أما في عام 2025 أو في عام 2026، يعني لسه عقد عمر خريبين ساري سنوات قادمة. وعلى فكرة هاي المشاكل هي اللي خلت عمر خريبين ما يستدعى ويغيب عن قائمة منتخبنا الوطني يلي راح تلعب وديتي ماليزيا والصين في الصين. وأيضا مثل ما قلت لكم، مرض ابن عمر خريبين حال دون قدوم عمر خريبين إلى المنتخب الوطني، والمصادر كصفحة مرصد الكرة السورية تقول أنه أصيب ابنه، نتمنى له الشفاء يا رب، بالجهاز التنفسي، بفيروس في الجهاز التنفسي، كل الشفاء يا رب العالمين لابن عمر خريبين. فهي اللحظات بصراحة عمر خريبين يمر بها بمشاكل قوية جدا وكبيرة جدا، لازم ندعم عمر خريبين ونوقف معاه، لأنه نادي الوحدة من رجع من الإعارة من شباب الأهلي دبي وهم متحططين عليه وحاطين حطاطهم على عمر خريبين، مرة يحطونه بالرديف ما، وحتى لما رجع الفريق الأول ما ينزل كأساسي. فعمر خريبين حاليا شغل شاغل إدارة النادي الوحدة، وبدهم يشيلونه من الفريق بأي طريقة كانت، وأنا معهم بصراحة، لازم عمر خريبين يطلع من نادي الوحدة، لأنه لم تتفق الإدارة واللاعب، فالأفضل له أنه يطلع إلى نادي يقدر مجهوده ويقدر أداؤه ويقدر إمكانياته، حتى لو كان أضعف من النادي الوحداوي، مشان عمر خريبين يبرز بيه، وإن شاء الله يا رب بعده ينتقل إلى نادي أفضل حتى من نادي الوحدة ويخليها حسرة بقلب. نعم عمر خريبين ممكن نعتب عليه بأمور تخص المنتخب، ولكن عمر خريبين عندما يتعرض للظلم من إماراتي أو من أي واحد يظلمه زورا وبهتانا، لا هون لازم نوقف وندعم عمر خريبين ونوقف إلى جانبه. وننتقل للخبر اللي بعده ونتكلم عن مهاجم منتخبنا الوطني الأولمبي، وللمعلومية سيستدعى هذا المهاجم وهذا المحترف مع منتخبنا الوطني الأولمبي بالمباريات اللي راح يشارك فيها في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة في الأردن، واللي راح تبلش إن شاء الله 6 من الشهر الحالي الشهر التاسع. المهم أنطونيو يعقوب رسميا ينتقل من نادي يفلا السويدي خامس دوري السوبر إيتان، يعني في الترتيب الخامس من دوري السوبر إيتان السويدي، ثاني تصنيفا هذا الدوري، إلى نادي أوستريس اللي يحتل ترتيبه الرابع في دوري سوبر إيتان. يعني انتقل من النادي اللي ترتيبه خامس إلى النادي اللي ترتيبه رابع. الصفقة كانت عبارة عن تبادل، نادي أوستريس ونادي يفلا يتبادلون ما بين لاعبين أنطونيو يعقوب ولاعب آخر. طبعا اليوم عنده مباراة أنطونيو يعقوب، يخلص هاي المباراة بعدين يلتحق مع منتخبنا الوطني الأولمبي في معسكره الحالي المقام بالسعودي. ننتقل للخبر اللي بعده، رسميا كامل حميشة ينتقل من نادي الكرخ العراقي إلى نادي الأهلي البحريني.
النادي الأهلي البحريني هذا ينشط في الدوري البحريني للدرجة الممتازة. طبعا أعتقد إن شاء الله هذا الانتقال ممكن يضيف لكامل حميشة، وإن شاء الله يا رب كامل حميشة يتطور أداؤه حتى يفيد المنتخب، كونه كامل حميشة دائما اسمه متواجد مع المنتخب، فإن شاء الله يتطور أداؤه في الدوري البحريني مع هذا النادي، النادي الأهلي البحريني، عشان يقدم لنا مستوى طيب بالمنتخب، لأنه بصراحة كامل حميشة ما في قائمة بالمنتخب ما تلاقي اسمه موجود بيها، وكأنه مفروض فرض على المنتخب بصراحة. ولكن بما أنه كامل حميشة لاعب للمنتخب وجب أنه نذكر أخباره. وننتقل للخبر اللي بعده. هنالك موهبة سورية تدعى زكريا رمضان، أعتقد الكل يعرفها. انتقل زكريا رمضان حاليا من نادي الأهلي الحلبي إلى نادي النصر الإماراتي، ورح يمثل نادي النصر الإماراتي بفريقه الأول وبفريقه الرديف. وهي صورة زكريا رمضان أمامكم بمباراته الأولى مع نادي النصر الإماراتي، وهذا الفريق الرديف لنادي النصر الإماراتي. ومبارح حياد زكريا رمضان طلع بتصريح وقال إنه إذا رجعت على سوريا لن أمثل إلا نادي أهلي حلب، ورح ألعب بالإمارات مع نادي النصر بالإمارات مع الفريق الأول ومع الفريق الرديف حسب ما يشوفون المدربين وين بدي ألعب أنا، سواء كان مدرب الرديف ولا مدرب الفريق الأول للنصر الإماراتي. يعني تقدر تقول زكريا رمضان يلعب في فريق الرديف للنصر الإماراتي، ولكن إذا حصل غياب في الفريق الأول لنادي النصر الإماراتي يجيبون زكريا رمضان. وللمعلومية نادي النصر الإماراتي بصراحة نادي يعتبر من أندية التوب في الإمارات، فأعتقد أنه هاي الخطوة الاحترافية الانتقال من الدوري السوري إلى الإمارات أمر مهم وجيد لدى لاعب لا يزال صغير وفتي، إن شاء الله بالأيام القادمة يلعب مع الفريق الأول لنادي النصر ويلعب مع أندية ذو سمعة قوية وأكبر من نادي النصر. هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.